تقطن بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب فيرال والشركة الصينية سينوستيل، بناء وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بتوميات. كما نشاهد الرئيس المدير العام لمؤسسة فيرال والمدير العام لتوسيالي السيد يوبكوجلي ألب. The contract, as we said before, is a shareholders agreement. Zinc بتلا حمزة ووادي أميزور بطاقة سنوية. Capacity of 170,000 tons of zinc and 30,000 tons of lead between Western Mediterranean Zinc, Sonram Inof and Teramin SPA and Sinosteel Equipment and Engineering. والي ولاية بجاية السيد كمال الدين كربوش والمدير العام لشركة تيرامين للتفضل إلى المنصة لحضور حفل توقيع هذه الاتفاق. إذن يحضر على المنصة كل من وزير الطاقة وأيضا السيد المدير العام لشركة تيرامين فانغ شانغ ورئيس مجلس إدارة وستر ميديترانيان زانك سيد دريم في فاتح والمدير العام لسينوستيل هو هوانغ لين ووالي ولاية بجاية شانغ. هذه الاتفاقية كما قلنا تتعلق ببناء المنجم الباطني للرصاص والزنك بتالا حمزة ووادي أميزور بطاقة سنوية تقدر ب 170 ألف طن زنك و 30 ألف طن رصاص. And indicators of the level of progress of Algeria in all areas and fields. On this historic day, Algeria issued a special postage stamp on the occasion of celebration of the double anniversary of the nationalization of mines and establishment of Sonaram Group. The Minister of Energy and Mines, Mr. Mohamed Arqab.